إلى بطولة كأس العالم تتجه أنظار المصريين. تزينت الشوارع بشعار كأس العالم، وعلقت المقاهي أعلام الدول المشاركة في المونديال. على موعد المباريات يتجمع كثير من الشباب في المطاعم والمقاهي. كأس العالم يعتبر أداة ترفيه وأداة متعة، وبصراحة احنا لما بنقعد بنتفرج على بطولات كأس العالم او ماتشات كأس العالم، ده بيبقى بالنسبة لنا زي ترفيه او خروج من هموم الشغل ومن متاعب اليومية للحياة، فبتبقى ساعة او ساعتين للترفيه يعني. بعيون المشجعين، أسود الأطلس وضعوا البصمة العربية بكأس العالم بعد عقود من الهيمنة الأوروبية. حطم المنتخب المغربي ثوابت المونديال. فرقة المغرب من أحسن فرق أفريقيا، وعملت ماتشات جامدة جدا وروعة. منتخب قوي، منتخب فيه عناصر شباب كتير، منتخب أغلب الفرقة كلها محترفة في أوروبا وفي الدوريات الأوروبية القوية. هو كفرقة كرة، فرقة كرة كويسة جدا. لبى أسود الأطلس تطلعات الجماهير العربية وعززت حضورها بين اللاعبين الكبار. احنا كمصريين كلنا بندعم المغرب، وهو الممثل الوحيد دلوقتي للعرب، تمام. وهو كفريق عامل فريق قوي، فيه عناصر شباب كويسة، تمام. المدرب وليد الركراكي حد كويس، وحد مدرب وطني كويس، ومستقبل المنتخب المغربي. المنتخب المغربي فعلا حقق كل حلم مواطن عربي، ان هو نفسه يشوف منتخب عربي يوصل لأبعد نقطة في كأس العالم. فأنا شايف فعلا منتخب المغرب حقق ده فعلا. اعتبر مدونون عبر المنصات تأهل أول فريق عربي لنصف نهائي كأس العالم انتصارا تاريخيا. وفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعالهم العفوية عقب فوز أسود الأطلس في المباريات. ولازالت مغربية. شغف المصريين بمشاهدة كأس العالم خارج البيوت وداخلها أمام شاشات التلفاز، يتجمع الأهل والأصدقاء لمتابعة المباريات. متجمعين في البيت أنا وجوزي وعائلتنا بنتفرج على مباريات كأس العالم، مستمتعين كده أكتر، أحسن من قعدة الكافي. اللمة كويسة والعيلة كلها متجمعة، أخواتي وحبايبي وصحابي كمان، كلنا بنقعد مع بعض كده ونتمتع بصراحة بكأس العالم. لا صوت يعلو فوق صوت تشجيعهم للفرق المشاركة في المونديال. منتخب المغرب اللي مشرفنا، وهو من المنتخبات العربية اللي نفسها طول في البطولة، وإن شاء الله يوصل لأبعد نقطة إن شاء الله في كأس العالم بإذن الله. المغرب يعني بلد عربية، فأتمنى أنها تكسب إن شاء الله. شكلت بطولة كأس العالم مصدر رزق لكثير من أصحاب المحال التجارية. هي بطولة كأس العالم فعلا فتحت لنا باب رزق كبير. في ناس كتير بتيجي تشتري ريسيفرات، تتفرج على الماتشات والمباريات، بيحدثوا من الأجهزة اللي عندهم. في ناس بتيجي تشتري أعلام. الحاجات بتاعة التشجيع دي يعني مخلية فيه جو شراء والسوق ماشي شوية يعني. مونديال قطر 2022 كسر الحواجز بين الشعوب وأتاح فرصة للتعرف على مختلف الثقافات. رغم الغياب وضعت مصر بصمتها في المونديال. كرة القدم التي تم تنفيذها خصيصا للبطولة صنعت بأياد مصرية. أحمد عطا ميديا، القاهرة.